الرحيم. يسعدنا ويسرنا استقبالكم في مقركم للمرة الثانية، ومقر مرشحكم ومرشح مجلس الأمة محمد مفرج العدواني، ونلتقي بكم في الساعات الأخيرة والفاصلة بيننا وبين صناديق الاقتراع. وأتمنى من الله عز وجل أن تكتمل فرحتنا بفوز مرشحنا ومرشح الدائرة، وأن تتكلل جهودنا بالنجاح والتوفيق لما فيه خير للمصلحة العامة. والآن يشرفني مشاركة العم محمد الباتل في قصيدة شعرية، فليتفضل الشاعر لإلقاء القصيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لأخونا محمد مفرج، والله ما عرفنا عنه إلا الصدق والأمانة، وعمره ما تكلم إلا بالصدق معاي، وكل ما وعدته وفى. الله يوفقه التوفيق الصالح إن شاء الله. والله مسودة هذه حتى ما سويناها، لكن اسمحونا إذا فيها شيء ولا. يقول: قم يا رسولي وانت هضلات وانا، هات البيوت الوافية واعتمدها، ومن بعدها يسعد مسا من لفانا، في ربعنا اللي بالمواقف نجدها. يا محمد مفرج خذها إعلانا، حنا معك نمشي ونرصد عددها. ويا محمد مفرج ترانا أخوانا، عدوان لا عدو تجي فينا صدها. حنا على الهقوات فيما ترانا، وافعالكم يا الشهم كل حمدها، وترى التعصب ما يعالج خطانا. يا لابت بالطيب محد جحدها، ويلا على درب الهدايا تهدانا، وتجمع قلوب وتبتعد اللي حسدنا، وتبعد عنا اللي حسدنا. تراها مسودة والله جديدة يا الربع. تجمع قلوب وتبعد اللي حسدنا. يقول: قال من بدأ سلامه قبل لا يبدي كلامه، المعاني هي مرامه، والشعر بحر غزير. محمد مفرج أخونا، صادق لا ما يخونا. والعرب لا من أخونا، نجعل الكايد يسير. فالك دروب المعالي يوم حصلت المجالي، وربعك تخوت رجالي، ارتك وبالك تحير. والله ان لك اسناد، ناضعك على اشداد، خذ ذا علم الوكاد، وباكر يجيك البشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للعم محمد الباتل. والآن ونظراً لكثرة الضيوف، سنبدأ حفلنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها عليكم القارئ أحمد خليف دغيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين
أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم شكراً للقارئ أحمد خليف دغيمان. والآن وفي الساعات القليلة القادمة نطلب من أبناء العمومة ومن الأهل والأصدقاء الوقوف بجانب المرشح وأن يكونوا صفاً واحداً كما عاهدناهم للوصول إلى الغايات المطلوبة وللوصول إلى قبة عبد الله السالم. واليوم وبوقوفكم خلف مرشحكم وثقتكم بخياركم تثبتون وحدة صفكم واجتماع كلمتكم على مرشحكم. والآن مع ضيفنا عبد الله الزعبي فليتفضل لإلقاء القصيدة. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا، والليل ذا والله انه ابرك الليالي، ومحمد يقول لنا كلمه وانا اقول باذن الله لنا كلام، ما هي بكلمه الواحد. على جزال الشعر لا فج استار في ماقفي مانيب متواني شبر أقدم مثل ما يقدم القرمة الشنار ولاني ولد شنار لو ملفت نظار ما عليكم زود على جزال الشعر لا فج استار في ماقفي ماني بمتواني شبر أقدم مثل ما يقدم القرمة الشنار ولاني ولد شنار لو ملفت نظار اللي ماقف ثابت ما هو في الانتظار اللي تعرف الحرف وتصون الشعر شاعر ومثل لابتي ليل ونهار ربعي هل الحيزم قبيس الخطار ما عليكم زود شاعر ومثل لابتي ليل ونهار ربعي هل الحيزم قبيس الخطار ولا ابتديت ابتدي بم المهار صفرا مضريها على اليوم الغبر من صفر زعب اللي احتمت من دون جار تنصابني عدوان عنوان الفقار ولا بديت ابتدي بم المهار صفرا مضريها على اليوم الغبر من صفر زعب اللي احتمت من دونه جار تنصابني عدوانه عنوان الفخر عدوانه يا المجد العظيم وباختصار اباختصر كل الكلام المن حضر الدعوه اللي جاتني منكم وقار تقلط على عز الحفاوه والقدر وانتم وحنا وفهم في قيس بمدار واحد ولا لي يا بني عمي عذر لا دا الخضيري يبخروا والافتخار من قيس بن عيلان حاضر للنظر لا دا الخضيري يبخروا والافتخار من قيس بن عيلان حاضر من منظر عدوان يا عدوان يا عز وعمار هل لقى وهل فعل وهل سطر يا لاب تندارت ولا يمكن تدار يا لاب تندارت ولا يمكن تدار يوم الديار تعيش في وضع
القشر يوم انها ما بين نار وبين غار ودون الديار ودون حسكات الوبر يوم الغني يمسي منعم بالدثار يصبح على بساط الثكالى والفقر هبتكم سياج وشجاعتكم قرار تردع مطامعهم وتعلم بالبطر كبيركم من صمهم مات الكبار وصغيركم من صيتكم يقدح شرار كبيركم من صمهم مات الكبار وصغيركم من صيتكم يقدح شرار ومسيركم يعلو على نفس المسار أمجادكم سيرة والأخصام العبر والحق كلمة ما يجي فيها غبار أقولها وأعيدها وانذر نذر عدوان يا لولا الحكومة في الديار بتاكل اليابس وتتسزى الخبر السلام. شكرا للشاعر عبد الله الزعبي أبو شنار ولا هي غريب عليك يا ولد العم. والآن مع قصيدة للشاعر حمدان الخيدب فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة ليلة الأمل والتفاؤل، فلنتفاءل جميعا بالحصول على الكرسي بإذن الله، وسيتحقق بذلك بعزيمة هؤلاء الوجوه الطيبة. اقربي لي يا هجوس الشعر والقيفاني، القصيد عرف بيبانه فك قفاله، القصيد عرف بيبانه وفك قفاله. اقربي لي يا هجوس الشعر والقيفاني، القصيد انعرف بيبانه وفك قفاله. لا تقصاني يا ابن عمي ولا تنخاني، الشعر لاجل القبيله شارب فنجاله. لا تقصاني يا ابن عمي ولا تنخاني، الشعر لاجل القبيله شارب فنجاله. انا حاضر في المواقف موقفي عنواني، من تخاذل في نهار المعضلة عزالة، احتزم لمحمد مفرج وجيله عاني، والحصان اللي عزومه طيبة يعناله، اتنصى ولد عمي قبل ما ينصاني، وتنومس من نواميسه زين افعاله، اتنصى ولد عمي قبل ما ينصاني وتنومس من نواميسه زين افعاله. خيل العليا اليامن قالها العدواني، وانتخى فيها وطوح غترته وعقاله. خيل العليا اليامن قالها العدواني، وانتخى فيها وطوح غترته وعقاله. شاش راسه يوم نادى يا بني عدواني، وصاحب على الصوت رجليه يا خياله. مسندي عدوان يا حزامي زبون العاني، جمعكم مثل السحاب اللي يلوح خياله. مسندي عدوان يا حزامي زبون العاني، جمعكم مثل السحاب اللي يلوح خياله. يا محمد يا محمد ما انته بوحداني، كل رجل في القبيله جاك هو عياله. يا محمد يا محمد ما انته بوحداني، كل رجل في القبيلة جاك هو وعياله. اعتزوا باسم القبيلة كلهم من داني، يوم حان الموقف الغصاب جتك رجاله. اعتزوا باسم القبيلة كلهم من داني، يوم حان الموقف الغصاب جتك رجاله. ما دخل في صفنا الخبلان والردياني، الرجل لا من ثقل حمل الجمل يشتاله. ما دخل في صفنا الخبلان والردياني، الرجل لا من ثقل حمل الجمل يشتاله، مثل ما جاء الكرسي الاول نجيب الثاني. مثل ما جاء الكرسي الاول نجيب الثاني، الوعد في مجلس الامه هنا الله قاله. في عزوم اللي مواقفهم ما هي خذلاني،
في عزومة اللي مواقفهم ما هي خذلاني، كل رجل بين ربعه راجح مكياله، من طبايعنا الوفاء، من طبايعنا الوفاء، من سالف الجداني، أهل التاريخ والأمجاد وأهل الطالة، ما نخون ولا نبور ولا ابن نقصاني، تتحد وقفاتنا لجا نهار الطالة. والقبائل كل أبوها مالها حقراني، كل وقت اللي رجالات وفيها بطالة. شكرا للشاعر حمدان الشخيدي ابو محمد، ولا هي غريب عليك وصح الله لسانك. والان اخواني الحضور مع عرض فيلم لشيبان القبيله، والان مع عرض فيلمي لعمامنا وشيبان القبيله ومشاركتهم وتحفيزهم عبر تسجيل. ان الوصول ما يحتاج لعمر ولا يحتاج لسن، يحتاج لعزيمه، يحتاج لتوجه، يحتاج لعمل، يحتاج لطرح، يحتاج لشباب، شباب غادر على العطاء، شباب يوصل الرسالة. رايق وقتلا رشن طبخ لعيوني ربعي ولابتي ألعبها اللي عرقها. الله الله في مرشحكم، والله إن شاء الله ينجحه. الشباب والجماعة كل أبوهم محمد لا يخلونه. ردوا من على جاءوا لنا كالسيل طوفانه. اليوم دور الشباب مطلوب ليدافع عن قضايا الشباب، وحنا من اللي ندعمون الشباب، ولا تخلون محمد مفرج. وكان أدري ما راح تخلون العدوين، أدري العدوين عندهم حمية وبارك الله فيهم. أتمنى من الشباب أنهم يدعمونه. أتمنى له الدعم من الشباب، وعسى الله يوفقه وعلى خير سنة في آخر خرة. أتمنى محمد ولدنا إن شاء الله النجاح، وأن الله يوفقه ويوفق الجميع إن شاء الله. وعدوان يد وحدة ما فيها تفرق. ربعي هالطالات من بين الملا للطيب نوماسي وغاية بهجتي، وأنا بربعي شاش راسي واعتلى مدام ومدرعي وستر الزلتي. أعمل من القبيلة كلها، كل القبيلة كبير وصغير ما حيتخلف. اليوم هذا يومهم، وكرسي كرسي عدوان، لا روح عليهم الكرسي. وهذا الكرسي كرسي عدوان شامل، ما هو لحد عن أحد. والكرسي ما هو بالمحمد، الكرسي للقبيلة. اليوم باسم، أمس باسم عبد الله، واليوم باسم محمد، وبكرة يصير باسم غيره. لكن نبي كلمة واحدة ووقفة واحدة وصف واحد. من المرشحنا محمد العدواني بالفوز، ونتوقع إن شاء الله أنه راح تكون منافسته مع بقية المرشحين منافسة قوية. هاتوا بالزين أنتم وأخوانكم، هيل يا محمد فرج العدواني يستاهل، وعسى الله أقول إن شاء الله النجاح. صيدكم بين الديابة والسود، فكوا الصيد في خشم الفتيلة، فكوا الصيد في خشم الفتيلة. وإن شاء الله لنا كلمة في تاريخ 26. وعاهدكم أمام الله بأن أكون صوتكم وضميركم الحق بإذن الله. أنا ولد من طبيب الجود امتلا، في درب صياح العصير خطوتي، في درب صياح العصير خطوتي. قصيدة شعرية للشاعر فيصل بن هادي، فليتفضل أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهمني ليلة البارح عضيد نايف ثنيان وخاطبني: يا ابن هادي تركت الشعر والحانه، وانا والله من مده سمحت ولاني بشفقانه، ولكن دون ميقافي اهيم بعمق وديانه. زهمني ليلة البارح عضيد نايف ثنيان وخاطبني: يا ابن هادي تركت الشعر والحانه، وانا والله من مده سمحت ولاني بشفقان، ولكن دون ميقافي اهيم بعمق وديانه. وعلى هجس القصيد الجزل قيل ان اللسان حصان، ابدا ذاكر الرب عظيم الشان سبحانه، هجل بسم الله الرحمن لا موذي ولا شيطان.
أببدأ لا مودي ولا شيطان بدعها هازي واثنى عليها الحبر بلوانة وإذا مهار الشعر تعصى أبعسف مهرة القيفان ورقيها على قمة جبل لو ثار بركانه يداعبها الفخر لنها تمجد لابتي عدوان ألا يسق منكن عليه بيوم عدوانه. وسلام الله سلام والتحية من طليق لسان عليكم يا بني عم غدو للمجد عنوانه أغني من طناخة راس وجاذب أعذب الألحان على ذكر الرجال اللي وفت للكيل ميزانه طحاطيح الزحول اللي تدك القاع بالميدان مزارق طيب ولا به طيب ماخذنا بميدانه عداوين وإذا قلنا نطول وتشهد الأزمان يا كم موقف شهد فينا وأخذنا منه برهانه. أغني من طناخة راس وجاذب أعذب الألحان على ذكر الرجال اللي وفت للكيل ميزانه طحاطيح الرجال اللي تدك القاع بالميدان مزارق طيب ولا به طيب ماخذنا بميدانه عداوين وإذا قلنا تشهد لنا تعداوين وإذا قلنا نطول وتشهد الأزمان يا كم موقف شهد فينا وخذنا منه برهانه تضافرنا على العليا ورسمنا للعلا نيشان نصيبه دوم ما نخطيه ولو يبعد بنيشانه كسبنا النعم من مبطي بعصر القيس ابن عيلان فعول ما هي بهروج وقلدنا الفخر دانه حدينا يقضي اللازم ولا هو بواجبه بلشان وبوه الطيب والفزع يكنها من حد أخوانه. عداوين وإذا قلنا نطول وتشهد الأزمان يا كم موقف شهد فينا واخذنا منه برهانه تضافرنا على العليا ورسمنا للعلا نيشان نصيبه دوم ما نخطيه ولو يبعد بنيشانه كسبنا النعم من مبطي بعصر القيس بن عيلان فعول ما هي بهروج وقلدنا الفخر دانه حدينا يقضي اللازم ولا هو بواجبه بلشان وبوه الطيب والفزعه يكنها من حد اخوانه. الا يا عزوتي ربعي وسيفي ومحزم المليان الا يسعد من كنتم معاه وشانكم شانه ولا يا كبر حظي يوم خلق لي للزمان اخوان تطابخ روسهم سطر الظفر من ماضي زمانه تنومسني فعايلكم ولو هي تحكي الجدران علي بالحرام منها حكت من شوش طربانه. ألا يا مسندي ربعي وسيفي محزم المليان ألا يا السعد من كنتم معاه وشانكم شانه ولا يا كبر حظي يوم خلق لي للزمان اخوان تطابخ روسهم فزعه افتطابخ رؤوسهم سطرة ظفر من ماضي أزناء أزمانه تنومسني فعايلكم ولو هي تحكي الجدران علي بالحرام منها حكت من شوشة طربانه. وأنا والله ما قلت القصيدة زور أو بهتان وندري كل حقه وكل كاسب خانه قبائل والقبائل كفو لا قاصر ولا حقران ولكن واجب الربعي غلب الدم شريانه. سلامتكم. شكرا للشاعر فيصل العدواني بيض الله وجهك على هالقصيدة. والآن مع كلمة مرشحكم محمد مفرج العدواني فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذنكم يا جماعة بأن يشاركني على المنصة أخوان وشباب المستقبل بعض أعضاء حملة الانتخابية اللي كانوا سند لي وكان لهم دور كبير من بعدكم أنهم يكونن اليوم بينكم حياهم الله فليتفضلون. حياكم الله حياكم الله. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. اليوم نبارك لأنفسنا ونبارك لأخونا الدكتور محمد الحواف على حصوله على شهادة الدكتوراه وأسأل الله له التوفيق والسداد.
يستاهل. قبل ما ابدي الحديث احب اشكر اخوي النائب السابق عبد الله الناهي على مواقفه المشرفه معاي، واشكر اخواني اللجنه الحاليه واللجنه السابقه على ما بذلوه من جهد تجاهي، واسال الله ان يعيننا على رد الجميل في المستقبل. يقول الله في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أجدد لكم شكري وامتناني لحضوركم، كما أجدد لكم شكري وامتناني لثقتكم بي، وأنه لوسام على صدري أتشرف فيه طول عمري إن شاء الله. وأسأل الله العلي العظيم أن يعينني على حمل الأمانة وتحمل المسؤولية في المستقبل إن شاء الله. بإذن الله بتكاتفنا راح نوصل بإذن الله إن شاء الله. إن كريم الأصل كالغصن كلما حمل ثمارا تواضع وانحنى، هكذا عرفناكم وهكذا أنتم وهكذا ستبقون دائما في قلوبنا إن شاء الله. بداية أحمل رسائل للمرحلة القادمة، والرسائل واضحة وصريحة في المرحلة القادمة. الرسالة الأولى: المواطن خط أحمر بكل المقاييس، لذلك لا يجوز ولا نقبل بالمس أو العبث بمكتسبات المواطن الكويتي. بالمعنى الأصح جيب المواطن خط أحمر ولا نقبل المساس به بتاتا. الرسالة الثانية واللي لازم توصل وتوصل بصريح العبارة في المستقبل: المواطنة حق ولا نقبل أن تستخدم الهوية الوطنية كسلاح لقطع الأرزاق، ولا نقبلها لا علينا ولا اللي ورانا. والرسالة الثالثة من منطلق قناعتي الشخصية وأنا أعتبرها مبدأ لي في المستقبل إن شاء الله: لا يوجد إصلاح حقيقي إلا بتفعيل مواد الدستور. باختصار، إذا كان هناك من يريد تخويف الكويتيين على مستقبلهم فنحن وبكل فخر سنتصدى له ونكون للمواطن الكويتي الحصن الحصين بعد الله إن شاء الله. والرسالة الرابعة: القضاء الحصن المنيع بعد الله سبحانه وتعالى، وهو الملاذ الأخير لكل مواطن انظلم، لذلك يجب استغلال القضاء استغلال تام. اليوم أنا واقف قدامكم وكلي فخر واعتزاز. اليوم أنا راح أتجرد من جميع الرسميات: إخواني، أهلي، أبناء عمومتي، أهل دائرة الكرام. اليوم بوجودكم معاي شرفتوني بحضوركم، وهذا اليوم اعتبره دعم وتشريف لي في المستقبل والحاضر ان شاء الله. واسال الله العلي العظيم ان يعينني على حمل الامانه وتحمل المسؤوليه. طبعا انا الحين راح اتجرد من جميع الرسميات، راح اتكلم كلام من اخ الاخوه ومن ابن الشيبانه. في السابق الدور كان على عبد الله الناهي، وكلنا وقفنا بقلب رجل واحد، واليوم بهمتكم وبثقتكم صار الدور علي، وفي المستقبل الدور على الشباب الموجودين، وبعد المستقبل الدور على عيالكم او على اخوانكم. اليوم انا ماني ملك نفسي، اليوم انا ملك لكم جميعا باذن الله. اليوم انا اجدد لكم العهد، علي ثلاث واجبات أو التزامات في المستقبل، وبإذن الله لن أنحني عن ديني وعن وطني وعنكم أنتم بالذات، ما راح أنزل رأسي في المستقبل إن شاء الله. الواجب الأول الواجب التشريعي، وأنا إن شاء الله في المستقبل لن أذخر عن أي دور تشريعي في المستقبل. والواجب الثاني الواجب الرغابي، وانتم يا شيباني
ما ربيتوني اني ادنق راسي، وباذن الله ما راح ادنق راسي فيكم ان شاء الله. والدور الثالث اللي انا اتشرف فيه وانطلقت منه واللي انتم ربيتوني عليه، احنا في الكويت الدستور كفل لنا حقوق مكتسبه لجميع المواطنين، كفل لنا التعليم، كفل لنا التوظيف، كفل لنا النقل، كفل لنا العلاج، لكن في المستقبل باذن الله انا لكم قدام وانتم كلكم على مسطره واحده وعلى لون واحد في المستقبل. المرحله اللي احنا فيها حاليا مرحله مفصليه تحتاج منا وقفه جاده، وقفه بقلب رجل واحد، وقفه نفس وقفه 27/7/2013. لازم نعيدها في المرحله الجايه ان شاء الله. الهدف يا اخوان ما هو بعيد، الهدف قريب، لكن قريب بتكاتفنا وبوقفتنا ان شاء الله قريب باذن الله. اليوم يا اخوان انا ما راح اقبل بالمركز العاشر، اليوم دام انكم انتم معاي حنا ما نقبل ان نكون في الصداره، وباذن الله راح نكون بالصداره وتكون لنا كلمه ان شاء الله. هذه الرساله حق شيباني وحق عزوتنا وحق عمود البيت. شيباني واخواني، حنا اليوم يا الشباب نستمد القوه منكم انتم، انتم اللي ربيتونا، انتم اللي قومتونا. حنا اليوم لا دشينا مجلس ولا دشينا مكان، من وراك اقول وراي شيباني، من معاك معاي الوجيه الطيبه هذه. اليوم يا جماعه حنا محتاجين، مو محمد اللي محتاج، كلنا محتاجين. انا ما اتكلم باسمي، انا اتكلم باسم الجماعه. النجاح يا اخوان ما هو نجاح فردي، النجاح نجاح جماعي، نجاح فكر شبابي. انتم ربيتونا ان نحافظ على الوطن، ان نفدي الوطن بدمنا، واليوم حنا يا الشباب محتاجين وقفتكم عشان نكمل المسيره ورد البر هذا لكم ان شاء الله في المستقبل. يقول الشاعر: يمنه بلا يسره تراه ضعيفه، ورجل بلا ربعه على الغبن صبار. ودام انتم معاي ماني 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 مغبون ان شاء الله في المستقبل. واليوم اجدد لكم الثقه والعهد، باذن الله في المستقبل راح اكون لكم الحصن الحصين في اي قانون واي اجراء تتخذه الدوله عليكم او على الوطن في المستقبل القريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لمرشحنا محمد الفرج العدواني، وانا اقول له خوي السعد لا من زهمته يجي عزام، يعزم الامور ويقدم بشيء ويتمه، تعده درع لك وتعده بعد حزام، واذا قال تم ابشر صعد بك الى القمه. اخواني رحبوا معاي بالشاعر عبد الله بن هويدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميع، بيض الله وجيهكم على هالجمعة الطيبة، وصح الله لسان اخواني الشعار، والله يبيض وجه الشاعر عبد الله بن شنار الزعبي، ما قصر ورايته بيضة، وبيض الله وجيه شيباننا، وعسى الله يرحم ابوه يرحم اموات المسلمين ان شاء الله. على بني عدوان ربعي ما تطوف، لو تعترض صم الجبال مبيدها، قبل 3 سنين فرقعنا الصفوف وقال الله هالسنة بنعيدها. مشعل عذال العدواني يبلغكم السلام ومرسل له بيتين معي بعلمكم فيها. يقول مشعل عذال: بإذن الله إن كرسي العداوين مضمون، ما دام جمعاهم على قلب رجال، ولدكم محمد يبيكم تقومون يا مرجحين في موازين الأفعال. وأنا أقول من راسي الجزل البيوت العصم لرو سدها، تلاطم بحور الهجوس اللي ما يبرد حيلها، الراس شوش من سطر
والعز واصل منتهاه، والوقفه اللي حل واجبها خلص تاجيلها. من راسي الجزل البيوت العصم لا رو سدها، تلاطم بحور الهجوس اللي ما يبرد حيلها. الراس شوش من سطر، والعز واصل منتهاه، والوقفه اللي حل واجبها خلص تاجيلها. عند الحماية خصمنا ماله مفر ولا نجاه، نذني ركبنا للحمولة الكايدة ونشيلها. عند الحماية خصمنا ماله مفر ولا نجاه، نذني ركبنا للحمولة الكايدة ونشيلها. حنا بني عدوان لاصطكتوا من كل اتجاه، نطلع مطالع الحرارة اللي ربح عميلها. حنا بني عدوان لاصطكتوا من كل اتجاه، نطلع مطالع الحرارة اللي ربح عميلها. الله مسلطنا على الصفوف الأكابر والطغاه، نسرج خيول الفعل قبل الناس تسرج خيلها. الله مسلطنا على الصفوف الأكابر والطغاه، نسرج خيول الفعل قبل الناس تسرج خيلها. نشرب فناجيل الطناخة عز وفعول وغناه، ينبهر دلة فعول الطيب كثر هيلها. نشرب فناجيل الطناخة عز وفعول وغناه، ينبهر دلة فعول الطيب كثر هيلها. قدامك زحول الرجال اللي لهم وجه وجاه، صفت عداوين على الآية القوية ميلها. قدامك زحول الرجال اللي لهم وجه وجاه، صفوت عداوين على الآية القوية حيلها. نعم لنا كلمة وكلمتنا ما تنشب لها، طرق على خشوم الصعيبات وعلى تحليلها. نعم لنا كلمة وكلمتنا ما تنشب لها، طرق على خشوم الصعيبات وعلى تحليلها. اللي اجتمعنا نخلف الحسبة ونلفت الانتباه، وخصامنا عند احتدام صفوفنا يا ويلها. اللي اجتمعنا نخلف الحسبة ونلفت الانتباه، وخصامنا عند احتدام صفوفنا يا ويلها. الصف واحد والقبيلة كأنها النجم بسماء، والحية بنكتم مناسمها وندعس ليلها. الصف واحد والقبيلة كأنها نجم بسماء، والحية بنكتم مناسمها وندعس ليلها. تقدم محمد وحنا قدمه ونمشي معاه، ولا يستضيق اللي معه عدوان شدت حيلها. تقدم محمد وحنا قدمه ونمشي معاه، ولا يستضيق اللي معه عدوان شدت حيلها. ابن مفرج كفو والفزعة تحقق مبتغاه، ولا خير في اللي جنب الفزعة لشعشع ليلها. تقدم محمد وحنا قدمه ونمشي معاه، ولا يستضيق اللي معه عدوان شدت حيلها. ابن مفرج كفو والفزعة تحقق مبتغاه، لا خير في اللي جنب الفزعة لشعشع ليلها. رفيقنا ما نخذله بالصوت ونخيب رجاه، دام الحمية في سمانة والرجال تخيلها. سلامتكم، اسمحونا على الفوق. شكرا للشاعر عبد الله بن هويدي، والله غريب عليه. والآن مع الشاعر سعد ضيدان فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية على هالجمع الطيب، عسى الله يجمعنا على العز والطاعة، قولوا أمين. ويا أبو سالم فالك الكرسي بإذن الله. أقول يا هاجسي والفكر حد السما طاله، رد وبل القصايد قاف من داني، عليك غر السحايب فيض هماله، وطرب مزاجني غني دان واداني. وأنا سعد لا بغيت أجر مواله، عليه سكت البداية عماني عجزاني. سلام يا عزوة تسليمها حاله، كأنه شراب العسل في ريق روياني. كل العداوين لازم انداله، يا مسندي في الرشايد، يا مسندي في الشدايد ريف كلعاني. لا بتنتروم الثريا فالها فاله، صوار بلوغة في كل ميداني. سجل لنا في بطون الكتب مرسالة، بالجاهلية اليا منهاج الإيماني. ينبيك عن علمنا حرثان بأفعاله، فارس وشاعر له في الحكم
ميزاني يقول مما ذكر شعره ما قاله في مدح ربعي عليها المدح شيطاني وجوههم تندى وتندى وإذا جاله إذ لاح برق المخيلين خلباني سليم عدوان وفهم امثاله ذو الأصبع اللغب ماني غلطاني وعامل بن الضرب الحاكم واله حكم العرب من حكم العرب تحيا يدها في عصر فاني وأما الكرم والشجاعة وعز من زالة ينبيك عنها نمر ما جبت نقصاني وأما الكرم والشجاعة وعز من زالة ينبيك عنها نمر ما جبت نقصاني قل يا صغير العقل ونجاك قواله ذولا عداوين لا من الزمن شاني صغيرنا لا وقف يغنيك بالحالة ميقاف يشفي الكبود يزبن العاني خوينا لو يضيق تجيه خياله نرفع مقامه سمى كل عن كل قوماني يا سعد عينها وحنا يوم نبراله نوفي معه ما يذوق المر واحزاني واكبر خساره المن هو عايش نعاله راحت حياته ما رفق له شخص عدواني عز الله انه يعين الله على اخباله من ما عرف له عدواني قرم وحصاني جيناتنا فالكرم والطيب تزهاله عوايد عندنا ما فيه مناني لا منها برقت في السحب والأوالة تسمع رجافها كنه تحنحاني عزوتي على الطايلة لا قيل ترقالة سباقة مجدها أول ومن ثاني عدوها لنا والشر وامثاله تحدرت هامته من فوق الأمتاني حنا كعامة وحنا سقم لجياله لا من عرس سلعته ما هو بربحاني نسقيه كاس المرار مرار عزالة خسران ماله سوى بطش خسراني أقولها من طناخة ماني بسالة إي والله أفخر لا قلت عدواني سلامتكم. شكرا للشاعر سعد ضيدان، والآن مع الشاعر محمد صياح العدواني فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسى الله يجمعنا على الخير دائم، ورب يوفق ابو مفرج ويجعله مفتاح للخير ومغلاق للشر يا رب. حنا هل الملفى نسل المراهيف، يقول يا ما كتبنا ما لحقنا تحاسيف، وليا هقى الطيب لقاها السنافي، سلام يا شيخانها يا المصاحيف، سلام يا كفه تكفه ما تكافي، يا لابت عنوانها بالمواقيف، يا زهابكم شعري وطرق القوافي، وشلون أعرف يا عرب بالعواريف، وشلون ما تشهد علينا الفيافي. حنا هل الملفى نسل المراهيف، حنا هل الملفى نسل المراهيف، نروي ضماها من شيوخ وافي، ما نلحق الشرها بمنه تهاديف، ونشوف ما نذبح ضعيف وهافي، خيولنا تركض بروس المشاريف، لا درهمة عدوان كسبوا عوافي. خيولنا تركض بروس المشاريف، لا درهمة عدوان كسبوا عوافي، عدوان لا غرت تهوز التصاريف، بسيوف نجدية تنقص الصلافي، لا شان وقتك والليالي مع عصيف، اعرف ترى عدوان ضوح يشافي، واعرف ترى للفعل ندفع تكاليف، بالمال ولا الجاه مع كل لافي، نعطي ونقبل ما نهب الصواديف، الطيب فينا بالعروق الصخافي، واليوم يا ربعي تراها تصانيف وتصنيف من عدوان فوس اضافي. شكرا للشاعر، صح الله لسانك وبيض الله وجهك على القصيده. والان مع الشاعر فهد المسفر فليتفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. عدوان وانتبهوا معي، له انتو ترى سقم المعادي، انتو واحد يعادل منكم كم واحد من طيبكم بين القبائل بنتو. عدوان وانتبهوا معي، له انتو ترى سقم المعادي،
انتو واحد يعادل منكم كم واحد من طيبكم بين القبائل بنتو من السطر في روسكم جنية وقت المصامخ بالفعل جملت ولاد الخضيري أعصابة راسي مهار رجال الله تحزمتو ولاد الخضيري يا أعصابة راسي مهار رجال الله تحزمتو الكرسي الكرسي فلاه بضايع مدام جيتوا كلكم صوتوا الكرسي الكرسي فلاه بضايع مدام جيتوا كلكم صوتوا هذا ترى يا لابتي كرسيكم وانتوا ترى قلتوا قبل ثم طلتوا هذا ترى يا لابتي كرسيكم وانتوا ترى قلتوا قبل ثم طلتوا يا خيل العليا لا دخذيري لا من سمعتوا من نطق هاششتوا يا خيل العليا يا لا دخذيري لا من سمعتوا من نطقها ششتوا يا خيل العليا يا لا دخذيري وش عاد باقي بالفخر ما نلتوا يا خيل العليا يا لا دخذيري وش عاد باقي بالفخر ما نلتوا من طيبكم كل البشر تحسدكم يوم اللي بالناهي سطر وقفتوا قامت تلاحق نفسها كلابة تبي تورد يومكم وردتوا من طيبكم كل العرب تحسدكم يوم اللي بالناهي سطر وقفتوا وقامت تلاحق نفسها كلابة تبي تورد يومكم وردتوا أنتم بني عدوان أنتم كم جالين يا لابتي زبنتم أنتم بني عدوان أنتم يوم البياري كم صبية تمتوا تكفون يا ربعي يا نسل جدودي كم رقم يحسب قبلكم غيرتوا تكفون يا ربعي يا نسل جدودي كم رقم يحسب قبلكم غيرتوا لا من نويتوا حاجة جبتوها واشدادكم من قبلها ثبتوا يا خيل العالية يا لا دخذيري كم جاهل في فعلكم علمتوا يا خيل العالية يا لا دخذيري كم جاهل في فعلكم علمتوا من طيبكم طابوا جميع العالم ولا يزعل الطيب اليوم ان طبتوا والصوت واحد والكراسي واجد وكرسيكم يبقى اللي حضرتوا تكفون يا ربعي سلاي الجدي يا خيل العالية إلى من ششتوا من طيبكم طابوا جميع العالم ولا يزعل الطيب اليوم ان طبتوا والصوت واحد والكراسي واجد وكرسيكم يبقى اللي حضرتوا تكفون يا ربعي سلاي الجدي يا خيل العليا اليوم انششتوا اليوم هذا يوم حسم ووقفة وانتم اليوم انكم نطقتوا طلتوا سلامتكم صح الله لسانك يا ابو فيصل وبيض الله وجهك وفي الختام نختم مع شاعرنا تركي بن شويعي فليتفضل شاعر السلام عليكم مساكم الله بالخير جميع بداية أنا أرحب بأخوي عبد الله بن شنار الزعبي وأقول له بيض الله وجهك بيض الله وجهك وحنا وزعب شيء واحد ولا يختلف على هالكلام هذا اثنين وأقول يا حي روس الطيبين الأجاويد يلا عسى ربي يكثر عددها اللابه اللي كل أبوهم صناديد هني منه في اللوازم قصدها صغيرهم يطول ما قال ويصيد صيد الحرارة اللي ينومس هددها وكبيرهم حلال عسر المعاقيد جميع قمة فالمراجل صعدها يا زعب من دور وراكم مناقيد يبطي ولو له غاية ما اعتمدها أما قصيدة المشاركة فهي قصيدتين اسمح لنا اللجنة أقول يالله بصف مثل صف العداوين يالله بصف مثل صف العداوين وبحميت في كل يوم تزيدي بيت سمعته ذايع في الدواوين واليوم قلته مطلع في قصيدي بيت سمعته ذايع في الدواوين واليوم قلته مطلع في قصيدي سلام يا ربع على العسر واللين وقفاتهم يرتاب منها العنيدي سلام يا ربع نباهم على الزين تزهابهم كل الحروف
بنشيد يا لابتي والصف ما هو بصفين خوينا يبشر بصفنا حديدي خوينا ما يمسي وخاطره شين وحنا ذراه ومحزمه والرصيدي تضرب بنا الامثال وسط الميادين وفزعاتنا تفرح قريب وبعيد يلي احتزمنا كل ابونا على الدين في موقف معنا كفون يحيدي اللي احتزمنا كل ابونا على الدين في موقف ما عنه كفون يحيدي حنا بني عدوان سقم المعادين يا جاهل عدوان جاك الاكيدي اللي يحتمل ميدان جوك العداوين بحميت تجري بدم الوريدي حنا بني عدوان سقم المعادين يا جاهل عدوان جاك الاكيدي اللي يحتمل ميدان جوك العداوين بحميت تجري بدم الوريدي حنا حميتنا جرت بالشرايين خوينا ما هو يوقف وحيدي واليوم يا ربعي تذيع العناوين وكل ابن عم لابن عمه عضيدي ولا خير في اللي ما يعدل الموازين في وقفة تدمي التبد البليدي تكفون يا رب على العسر واللي في 26 لحد نحيدي ألا يا لابتي واللي حضرتوا للدوال انظار ألا يا لابتي واللي حضرت ولد الانظار انا في وسط راسي هاد سنثارت براكينه بنات الفكر تتمايل وتتثنى بدون اخمار قدم عين الهجوس اللي الخفاف تطيح من عينه تطابخ وسط راسي عصمه من هاد سنبيطار شوش الاسنافي قبل لا يصفق بيدينا تطابخ وسط راسي عصمه من هاد سنبيطار يشوش الاسنافي قبل لا يصفق بيدينا وليا من سمعها الشاعر وهو جالس مع الحضار سرح برود هلي ما بعد طبت بساتينه جزيل الشعر لا منه حضر كب الهزال يسار يشينا الهزل من بين الزال اليوم يشينا جزيل الشعر لا منه حضر كب الهزال يسار يشينا الهزل من بين الزال اليوم يشينا كبيرات المواقف ما تبي الا في اللزوم كبار عسى من يدخر بوقفته كبيرات المواقف ما تبي الا في اللزوم كبار وكل حزة الحزة تبي تظهر براهينه يا ربعي لا اعتز الصاحب بنا دونه تروح اعمار انعصب الراس من دونه ولا نفرح معادينه وابن عم تعزوه في القبيلة ما هو بيحتار له ربع دك القاع ما صدوا مخلينا وابن عم تعزوه في القبيلة ما هو بيحتار وله ربع الدك القاع ما صدوا مخلينا وكثير القول لا قلة فعوله ما يعمر الدار عسى من يدخر بوقفته ما تبطيبه سنينه رصيد الرجل وقفاته ما هو كثرة عدد الأصفار يروح المال والوقفات بصمتها لها بينا ألا يا لابتي يا صلب جدي ولعوها نار نبي نار الحماية ترهب الدار سلاطينه كثير القول لا قلة فعوله ما يعمر الدار كثير القول لا قلة فعوله ما يعمر الدار عسى من يدخر بوقفته ما تبطيبه سنينه رصيد الرجل وقفاته ما هو كثرة عدد الأصفار يروح المال والوقفات بصمتها لها بينا ألا يا لابتي يا صلب جدي ولعوها نار نبي نار الحماية ترهب الدار وسلاطينه يا عدوان القبائل كلها في حالة استنفار ومن تثنيلها الركبة ربوعة يا سعد عينه نبي اسم القبيلة يعتلي في نشرة الأخبار عداوين السعد مراح كرسي يوم حمين عداوين السعد كرسي يوم مراح حمينة وسلامتكم شكرا للشاعر تركي بيض الله وجهك على هالقصيدة شكرا للجميع شكرا لكل من حضر من قبيلة عدوان ومن القبائل الأخرى شكرا للعوائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا لي لابت الوقت المملكة تمزح علي
نيران ربعي ما ترمد دايم مديح الطيب يسر الكف ويكدر المحروم ويفرح في مديح على المواقف صافي سلام الله على اللي ذكرهم ضايع بوسط القوم لهم وقفة مع القصين والدليل حرار من بني عدواني من فوق الجبال تحوم لهم تشهد جميع الناس بأفعال بطولية عسى اللي جابهم من فوق قبره ينبت المشموع عسى الله يغفر ذنوبه ويدفع عنها السيئة تقاسمتوا المراجل والعلوم الغانمة يتو تشابهتوا وصرتوا للنعم مطلوب علي ومحمد مفرج علاج الضايق المهموم علي ومحمد مفرج اسم أفخر بطارية